صباح الفل ازيكم الحقيقه صباح يوم 25 نوفمبر دييجو ارماندو مارادونا كان قاعد بياخد الفطار بتاعه عادي جدا مع قرايبه فجاه كده قام قايم وقام قايل ام نوت اوكي او انا حاسس ان انا مش كويس بعد كده قام واخد بعضه وقام رايح اوضته ونام على سريره قرايبه حسوا ان هو فعلا في حاجه غلط طلبوا له الاسعاف وهنا النقطه الفاصله خلي بالك ان الاسعاف اتاخرت شويه عبال ما جت وقامت نقلاه مستشفى، ولما راح المستشفى الاطباء ما نجحوش ان هم يعالجوه، طب ليه؟ اول حاجه لما تيجي تبص على تقرير المستشفى الراجل ده مات بازمه قلبيه، او ان القلب بتاعه ما عرفش يقوم بمهمته الرئيسيه ان هو يضخ الدم جوه الجسم، فالفتره دي لو كانت الاسعاف نقلته اسرع شويه كان ممكن ممكن يلحقوه. هتقول لي ما يعني لعيب كوره ومات، ايه المشكله؟ لا ده مشكله كبيره جدا، اوعى تكون فاكر دييجو ارماندو مارادونا ده لعيب كوره فقط او اسطوره كرويه او اي حاجه، الراجل ده سياسي بالمقام الاول، انت عارف ليونيل ميسي يعتبر احسن لعيب كوره في العالم حاليا، مرتبته عند الارجنتينيين ما تجيش حاجه جنب مرتبه دييجو ارماندو مارادونا خالص، يعني الارجنتينيين ممكن يحبوا ليونيل ميسي يعشقوه يحبوه جدا بس عمرهم ما حيجوا ناحيه مرتبه دييجو ارماندو مارادونا او يقارنوه تماما. تاني حاجة أنت لو جيت تبص على الناس اللي عزت في ديجو ارماندو مارادونا هتلاقي الموضوع غريب جدا. رؤساء الدول بتوع أمريكا اللاتينية كانوا بيعزوا مارادونا بمنتهى الأسى، يعني بيرسوه بكلمات غير طبيعية. بص على رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا فرنانديز. الست دي حطت صورة لمارادونا وقالت هنحبك للأبد يا مارادونا. تاني حاجة بص لرئيس الأرجنتين السابق دا سيلفا. حط صورة لمارادونا وقعد يرسي فيه أو يقول كلمات حزينة جدا عن مارادونا. مش بس كدة وزير خارجية البرازيل حط صورة لمارادونا وقعد برضو يقول كلمات حزينة جدا هقولك حاجة مفيش دولة في امريكا اللاتينية منعتش مارادونا بشكل مؤثر او ما حزنتش عليه السؤال هنا ليه يعني لما تيجي تبص دة مش وفاة لعيب كوره، يعني لما تلاقي رؤساء دول حاجه غريبه. بص عشان اقول لك اجابه السؤال ده لازم احكي لك القصه من الاول. القصه كلها تبتدي ان مارادونا ده اتولد سنه 1960 في مدينه اسمها بيونس ايرس في الارجنتين. الراجل ده اتولد لاسره فقيره جدا جدا وابتدى إيه؟ يمارس الكوره حبه حبه لحد ما موهبته طاغت جدا. طاغت امتى؟ طاغت في كاس العالم للناشئين تحت 20 سنه، الراجل ده عمل شغل جامد جدا، بس لما تيجي تبص على تاريخه الناس مش فاكره قوي كاس العالم للناشئين ده. تاني حاجه لما تيجي تبص على تكوينه مارادونا هتلاقي الراجل ده مش طويل تماما، الراجل ده طوله 167 سنتي، يعني مش طويل. تاني حاجه الراجل ده مركزه غريب، يعني بناء على طوله ما ينفعش ان هو يلعب في المركز اللي هو بيلعب فيه ده اللي هو شادو سترايكر او مهاجم تاني او مركزه الاساسي هو نص ملعب مهاجم بص انا ممكن اتفهم نص ملعب مهاجم ده انا ممكن اتفاهم فيه انما يلعب شادو سترايكر او مهاجم تاني دي هتبقى غريبه شويه لان هو قصير بس لما تيجي تبص على مواصفات لعبه هتلاقي ان الراجل ده كان عنده الرؤيه غير طبيعيه وعنده مهاره غير طبيعيه بص اتفق على المهاره بس ان انت تبقى قصير وليك رؤيه في الملعب دي هتبقى غريبه شويه يعني دي هتبقى حاجه مش سهله على واحد قصير ويبقى له رؤيه وشايف الملعب وكده لا دي حاجه تحسب له جامد. تاني حاجه الراجل ده فضل يلعب لحد ما وصل لكاس العالم سنه 1986 هنا تعتبر اسطوره دييجو ارماندو مارادونا ابتدت هنا وجزء كبير منها او 90% من اسطورته في كاس العالم ده. ليه؟ اول حاجه لما تيجي تبص على قصته هتلاقي ان هو قدم اداء اسطوري في كاس العالم ده سنه 1986 بس برضه مش للأداء بس. وصل في المباراه النهائيه وصاد انجلترا ولما كسب انجلترا تقدر تقول مارادونا عمل حاجه للارجنتين عمرها ما تحصل ليه في الوقت ده كانت الارجنتين مهزومه سنه 1986 من انجلترا في حرب اسمها فول كلان الحرب دي يعني تعتبر ان الارجنتين اتهزمت فيها فلما انت تيجي في نهائي كاس العالم تكسب الدولة اللي هزمتك في الحرب دي بالنسبة للأرجنتينيين حاجة فوق الوصف، أنت كده رجعت لنا كرامتنا، أنت كده نصرتنا على عدونا اللي هزمنا، بالنسبة للأرجنتينيين دي حاجة فوق الخيال، ديجو دي أرماندو مارادونا بقى أسطورة مش كروية، سياسية، عمل الحاجة اللي جيش الأرجنتين معرفش يعملها، يعني جيش الأرجنتين، جيش بلدك معرفش يهزم الفريق اللي أنا هزمته، يعني أنت النهاردة عندك مثلا نهائي أفريقيا، خلاص بين الأهلي والزمالك، أنت لما تيجي تشجع فريق كورة، أنت مش بتشجع اسم، لا انت بتشجع رمز الرمز ده بينتصر فانت بيزيد ولاءك ليه ورمز ده لما يخسر انت بتحس ان انت اللي خسرت فانت بتشجع رمز انت بتشجع كيان انت مش بتشجع فرد فالراجل ده ديجو ارماندو مارادونا لما طلع بالارجنتين طلع بدوله الارجنتين الارجنتينيين ما صدقوش نفسهم هل قصه ديجو ارماندو مارادونا وقفت عند هنا خالص دي ممكن تكون ابتدت من هنا ليه بقى بعد كده هو راح نادي اسمه نابولي خلي بالك نابولي ده او نادي نابولي ده مش نادي القمه يعني ده مش مش اقوى نادي انت عندك يوفنتوس روما انما نابولي ده بيبقى نادي وسطي مارادونا لما كان بيلعب في نابولي عمل طفره غير طبيعيه ليه بقى خد الدوري معاهم تاني حاجه خد الكاس اكتر خد كاس اوروبا مع نادي من الوسط مش من القمه يعني اوعى تفتكر ان نابولي ده القمه كانه مثلا خد نادي المقاولين ده وكسب بيه كاس افريقيا ولو كان في كاس العالم كان ممكن يكسب بيه فانت كده بتتكلم ان الراجل ده خد كيان وسطي وخلاه توب في اوروبا مش في آه ايطاليا فقط خلاه توب في اوروبا خلي بالك هو خد هداف بطوله الكاس وخد هداف بطوله الدوري مع نابولي دي حاجه ما تحصلش خلي بالك اللعيبه اللي حوالين مارادونا مش احسن لعيبه في ايطاليا ولا احسن لعيبه في اوروبا بالرغم كده خد بيهم الدوري والكاس طب بقول لك حقيقه، المدرب بتاعه محدش عارفه، يعني المدرب بتاع نابولي في الوقت ده محدش يذكر اسمه، مين ده اصلا؟ كل الناس فاكره ان مارادونا عرف يجيب كميه اهداف يكسب بيها الكيان ده. بقول لك الدليل، الدليل لما انت تيجي تبص على جماهير نابولي بتنعي مارادونا ازاي؟ بص انت على الصور دي، حاصروا الملعب بتاع نابولي وقعدوا يولعوا فيه شماريخ الامن معرفش يتعامل معاهم. البوليس حب يفضهم معرفش خلي بالك ده في كورونا الناس بتنزلش نزلوا وضحوا بنفسهم عشان مارادونا اوملهم كيان او رمز حولوا من نادي وسطي لبطل خلي بالك دي حاجة مش سهلة مش سهلة ان انت تعمل كده الطفرة دي طفرة غير طبيعيه بعد كده مارادونا راح برشلونه اه كسب معاهم الكاس الكلام ده كله بس الناس مش فاكره لمارادونا الفتره بتاعته في برشلونه يعني هيقول لك اه راح برشلونه ولعب في برشلونه بس الناس مش فاكره قوي الفتره دي ليه لان برشلونه بطل نادي بطل انت مش هتقومه مش هتاخده من تحت توديه فوق عادي هو اصلا فوق فتلاقي الناس مش حاسه بالفتره بتاعه لعب مارادونا في برشلونه عاديه يعني. الحقيقه ان بعد كده بعد برشلونه تحس ان حياه مارادونا ابتدت تتدهور شويه راح يلعب في كذا حته يعني راح نادي اسمه سيفيلا او صقلية سيفيلا ده اللي كان بيلعب فيه فريدريك كانوتي وقعد يلعب فيه بس برده ما وصلوش لحاجه كبيره تحس كده ان كانت التوب بتاع مارادونا في برشلونه وابتدى يتدهور بيه الحال لحد ما وصل للنادي اللي طلع منه بوكا جونيور سنه 1997 وبطل كوره اول ما بطل كوره حس ان هو ابتدى يموت ليه بقى؟ ابتدى يدمن المخدرات، ابتدت شراهه في المخدرات درجه غير طبيعيه، عمل كل حاجه غلط، الراجل ده ما سابش حاجه غلط غيره عملها، لحد ما وصل سنه 2000 كان عاوز خلاص يخف من المخدرات، هيموت، الراجل ده هيموت هيموت. هنا جاله رئيس كوبا ساعتها اللي اسمه كاسترو، وشوف بقى كاسترو ده عنده مشاكل كبيره قوي سياسيه مع امريكا والناس دي، قال له تعالى وهنخففك وهنعالجك، ليه؟ الناس دي اساتذه في انها تعالج الناس المدمنين، اساتذه. فبالفعل مارادونا راح لكاسترو او كوبا وقعد هناك لحد ما شوفي من المخدرات هنا مارادونا تملي يقول انا بعشق كوبا وبعشق كاسترو ليه خلي بالك لان هو بيحس ان هم قعدوا له تاني ان انت تخف من المخدرات هو كانش عارف قاعد ثلاث سنين مش عارف يخف خلاص راح لما خف من المخدرات تحس كده ان هو يعني بقى يعشق كوبا لدرجه هو حاطط تاتو على جسمه لجيفارا رسمه على جسمه كده صوره جيفارا وبيعتبره رمز سياسي وكده فهو بيعشق كوبا برضو مارادونا حاول يرجع تاني للكوره بس معرفش للاسف ان هو فضل كده لحد ما راح درب الارجنتين سنه 2008 في كاس العالم اللي كان في جنوب افريقيا الحقيقه ان هو ما اثبتش فعاليته قوي والارجنتين كان ادائها مش قوي بعد كده راح درب نادي الوصل في الامارات وهنا كانت النهايه وراح اشترى نادي بعد كده بس برده كانت نهايته او اخر حاجه مشهوره جدا هو عملها كان درب نادي الوصل في الامارات برده ما خدش بيهم حاجه او كان ادائهم عالي لا خالص الراجل ده كان معاه فلوس كتيره جدا الراجل ده يعتبر عمل كل حاجه في حياته كل حاجه في حياته اخر حاجه كان بيقولها ان هو بيعشق الامارات جدا مع كوبا يعني يعني كوبا قال لك انا بعشقها بس الامارات قال لك انا عاوز ارجع اعيش في الامارات تاني لما اخف او اقوم من المرض اللي انا فيه ده لازم اروح ارجع الامارات تاني الكلام ده اللي قاله المترجم بتاعه الشخصي هو اللي قال كده في الاخر يا رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط يا رب انصر العرب يا رب انصر مصر تحيا مصر سلام